نمر إلى السؤال الثالث المشترك حول الموقف من التطبيع مع إسرائيل. السؤال موجه لسي قيس سعيد. سي قيس سعيد. سؤال لك سي قيس. هذا شوف هذه قضية لا أعرف كم الوقت. القضية ليست مع اليهود. حتى أذكر يعني ذكرت هذا لعدد من الأطراف. جيزال حليمي ربما يعرفها الكثيرون المناضلة في الحزب الاشتراكي. كان والدي يحملها معه إلى المدرسة في الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية حتى يحفظها من الجنود النازيين لحفاظها. كان في أريانا أيضا البيت بند. لا لحظة مع بند تجريم التطبيع تجريم التطبيع مع من هي كلمة التطبيع خاطئة يعني مع الكيان الصهيوني التطبيع خاطئة هي خيانة عظمى. من يتعامل مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن واجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وكلمة التطبيع هذه تجريم التطبيع لا لا مش تطبيع هذه كلمة التطبيع خاطئة أصلا. التطبيع الوضع الطبيعي أننا في حالة حرب مع كيان محتل كيان غاصب. متى ظهرت في شكل كلمة التطبيع؟ ظهرت في سنة 77 بعد زيارة القدس ثم في سنة 78 خذوا عندك إسرائيليين باش يزوروا معبد الغريبة في جربة. نعم قاعدين يزوروا في معبد الغريبة في جربة، شو باش تعمل معهم الناس هذوك؟ نحن نتعامل مع اليهود كلا لو كأننا نحفظ اليهود ولكن لن نتعامل يدخلوا باسبورات إسرائيلية لا بجوازات سفر إسرائيلية لا أبدا. بأننا نتعامل مع اليهود حميناهم أثناء الحرب العالمية الثانية يعني إسرائيلي يدخل باسبور غير باسبور إسرائيلي ميسالش لا أبدا. من القضية هي قضية شعب محتل ما زال مشردا في المنافي وتحت الخيام ولا يمكن أن نتعامل مع عدو. إن جاءوا يهودا ولسنا معهم كنا حميناهم. قلت جيزال حليمي كان يحمل والدي على دراجتي الهوائية ليحفظها من النازيين. ليست القضية مع الشعب اليهودي أبدا. ماذا اقترح قانونا؟ قانونا هي خيانة عظمى ويحاكم بتهمة الخيانة العظمى. واضح. خمسة ثواني مازالوا تقريبا أنت أن مرة أخرى في هذه الثواني المتبقية خيانة عظمى. انتهى التوقيت.